دول بقى ما تزعلش. شوفي مين يا بت. حاضر. امك فين يا حميده؟ موجود. الحقيقة يا ام حميده عميني معروف لحسن الوليه على اخرها. ربنا يخلف عليك يا حموده. اسباني وانا جاي وراك على طول. حاضر. الحقيني بالملايه يا حميد. حاضر يا ام. بقول لك ايه، ناجل الكلام بقى في الموضوع دلوقتي تاني. اديك شايف يعني اللي تشوفيه يا ام حميد. الملايه يا ام. مستعجل ليه يا بيومي؟ استنى اوزان. انا ما اقدرش اخالف امي يا بيومي، وامي لسه ما قالتش لا. امك بتعجزني يا حميده، وده ما كانش اتفاقنا. انا راجعت نفسي لقيتني ما اقدرش استغنى عن امي. فيدي ما اقدرش اقول حاجه. بيومي انا عاوزه الفلوس اللي عندك يا بيومي. عايزاهم امتى؟ يعني براحتك. من بكره الفلوس تكون عندك. وحشتيني يا حميدة. الحمد لله على السلامة. أمال أمال إيه الكلام اللي قاله بيومي ده؟ قال إيه بيومي؟ قال إنك مش راجع تاني. أهو كلام. ما تقعد يا محروس. واقف ليه؟ أمي زمانها جاية، دي حتى هتفرح قوي لما تشوفك. أمك وشها بيتعكر لما تشوفني. حميدة، ليه عملتي كده؟ أنا عملت حاجة يا محروس؟ عملت كتير يا حميدة. خليتيني أسيب شغلي وأكل عيشي. غرستيني في الطين. خليتيني أقتل المعلم عباس في دوت الحارة. وأكتر من كده خليتيني أفتكر إني الراجل الوحيد في حياتك، وانك ما حبيتيش ولا هتحب حد غيري. وبعد كده خنتيني ومع مين؟ مع صاحبي. خنتيني يا حبيبي. Thank you.
حبيبي.